ما يزيد على 300 شاب وفتاة عاشوا تجربة مثيرة وسط جو من المغامرة الشيقة في رحلة استكشاف مكنونات قمة جبل شمس على ارتفاع يقترب من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر وفي درجة حرارة تجاوزت 20 درجة مئوية بقليل. هي مسير طيب كان، ما في أي صعوبة ولله الحمد اجتزنا المسير. هذه ثاني مشاركة لي على مستوى هذه المسيرات الجبلية، والحمد لله رب العالمين اجتزنا المسار في وقت قياسي. كان بالنسبة لنا تحدي كبير، احنا سرنا مسارات أكثر من مسار قبل، بس هذا كان أصعب مسار، بس بالنسبة لنا الحمد لله كان تحدي كبير للبنات يعني، والحمد لله كان مسار جميل جدا ومناظره جميلة جدا يعني. عبر طريق جبلي وعر كانت الوجهة نحو اكتشاف قرية أثرية تبعد عن نقطة الانطلاق نحو 4 كيلومترات، فرسم المشاركون صورة ذهنية للحياة التي عاشها الأجداد وسط جبال صلدة زادتهم صلابة ومنحتهم حب الحياة. مسير طيب، هذا صراحة أول مسار لي في جبل شمس. شاركت في عدة مسارات في مختلف محافظات السلطنة، بخصوص هذا المسار هو مسار مميز لأنه يطلع على مناظر كنا نشوفها من أعلى، هذا اليوم شاركنا فيها واكتشفناها من الأسفل. نمثل فريق مجان المسير الحر، وطبعا اللي حلو أنه نشارك من أكثر من فريق، أكثر من مجموعة، والحلو أنه يكون في مغامرات نكتشف وكذا، طرق جبال نتسلق وأودية. الطريق الجبلي لم يكن سهلا أمام الشباب، إلا أن شغف الاستكشاف قادهم لمواصلة الدرب متجاوزين كل التحديات في رحلة أشرفت دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة الداخلية على تنظيمها بالتعاون مع فريق الصمود بنادي نزوة. خطوة أولى نعتبرها إيجابية جدا، راح نقيمها، راح يكون عندنا في السنوات القادمة مشاركات على مستوى دول المجلس وحتى على مستوى الوطن العربي. نسبة المشاركين حتى فوقنا فيهم تقريبا 300 مشارك. باختصار هالفعالية اللي ما رسمت له هي اليوم نعتبرها بامتياز. البيوت الأثرية التي هجرت منذ نحو 100 عام أعطت الشباب صورة لتفاصيل نبض حياة كان هنا، وهنا وجد المشاركون متعة الرحلة وسط بحيرة مائية كانت ولا زالت سر الحياة. المثير اللوحات اللي أنا بصراحة أول مرة أشوفها، اللي كل لوحة أجمل من الثانية. لوحات طبيعية، هذا اللي أقصد طبعا، من الشلالات إلى البحيرات إلى المباني التراثية، الأكثر من جميلة وأكثر من رائعة. ومن فاتته تفاصيل المكان ولوحات الطبيعة الجبلية الخلابة في طريق الذهاب لم تفته في طريق الإياب. سعيد بن الذيب الهنائي، محافظة الداخلية، من قمة جبل شمس، ولاية الحمراء.